فاضل سؤال واحد بس في المباراة كلها بعشر نقط، وهو اللي هيحسم الأمر. كل الاحتمالات الحقيقة واردة. السؤال مع شهد. المسابقة بتتقلب دايما، نقول كرة في ملعبك والقرار في ايديكي والحسبة حسبتك. جاهزة للسؤال يا شهد؟ السؤال بيقول: المرحلة الثالثة بخطة الدولة 2021-2022 لمشروع التغذية الكهربائية لشرق العوينات تستهدف إنشاء مناطق صناعية جديدة، استخراج المياه الجوفية، تشغيل القطار الكهربائي، جريان النهر الصناعي. الوقت بدأ. شهد معاها وسيلة مساعدة واحدة بس باقية، وهي تبديل السؤال. لا بدل ما نخطر المهمة كده كده بتكفي، نبدل سؤال كده زي ما احنا عارفين. لا وانا متفرح رقم جي اسكندرية قدامهم قرار صعب. شهد بتتشاور المشاورات الأخيرة، مشاورات اللحظات الأخيرة مع فريقها. الوقت خلص. هنبدل السؤال. شهد قررت تبدل السؤال. أنا هبدلك السؤال، بس قبل ما نبدل السؤال عايزة أعرف كام واحد فيكو كان بيقول نبدل وكام واحد كان عارف الإجابة. كان عندنا شك في إجابة رقم جيم، بس رجعنا في كلامنا وقلنا نبدل السؤال أحسن. أنتي اللي قلتي هنبدل السؤال، ده كان قرارك، أنا سامعاكي وشايفاكي، وده كان قرار سليم، لأن هي مش الإجابة اللي أنتوا كنتوا شاكين فيها. هي الإجابة الصح اللي هي استخراج المياه الجوفية. الدولة المصرية لما بتعمل مشاريع بتعملها بشكل متكامل، ما نعملش مشروع يدوم أسبوع ولا أسبوعين ولا شهر، بنعمل مشروع في كل عناصر ومقومات الاستدامة، بنعمل له المياه بتاعته، نعمل له الكهرباء بتاعته، نعمل له المناطق العمرانية اللي تخدم عليه، نعمل له الطرق اللي تخدم عليه. فهنا مشروع التغذية الكهربائية لشرق العوينات بيستهدف استخراج المياه الجوفية عشان يحصل التكامل اللي احنا بنتكلم عليه ده. كويس ان انت خدتي القرار ده. وهنروح بقى للسؤال البديل، بس لسه نص المخاطرة موجود. سؤال البديل ممكن يبقى اسهل، ممكن يبقى اصعب بالنسبة لك، ومفيش ولا وسيلة مساعدة في السؤال ده، انتوا وبس. السؤال بيقول: في اي قارة تقع صحراء فيكتوريا؟ معاكي اربع اختيارات: اسيا، افريقيا، استراليا، اوروبا. مصير بطل الماتش النهائي والفائز في مسابقة الاوائل للمرحلة الاعدادية مرتبط بإجابة شهد. انت سندس وانت شهد. شهد بتفكر بسرعة. على الجانب الثاني مهند وفريقه بيتمنوا انها تجاوب غلط. مصير الفائز في مسابقة الاوائل مرتبط ومعلق بالإجابة دي. شهد الوقت خلص والقرار قرارك، اديني اجابتك. افريقيا. انت شاكه فيها ومش متاكده صح؟ انت عارفه ان الاجابه دي هي اللي تحسم الماتش مش كده؟ للأسف إجابة غلط. ضغوط كبيرة النهاردة على شهد، وشهد يعني كانت متماسكة، والإجابة الصح هي أستراليا. شكيتوا فيها ولا لا؟ كان في
واحده بس اللي شكت، واحده بس. مين اللي كانت بتقول استراليا؟ شهد. شهد رمضان، ها؟ بس انتي اخترتي تمشي مع الاغلبيه، مع انك عودتيني في ماتشات تانية ساعات تخلفيهم شويه وتطلعي صح. معلش يا شهد، الحياه كلها يعني مواقف، ممكن نصيب في مواقف ونخطئ في مواقف، لكن المهم هو شرف المحاوله والمهم هو الاجتهاد. وانا بحييكي وبشكرك ونحييها من فضلك. مهند، توجه كلمه لزمايلك؟ احب اقول لهم يعني ان هم وصولهم للنهائي يعني مش حاجه سهله، وان هم اقوى فريق قابلناه لحد دلوقتي، وبالتوفيق. شهد، سمعتي مهند، وصولكم هنا النهارده هو علامه تميز وعلامه تفوق. محدش بيوصل المكان ده ويتنافس على مستوى يعني مسابقات الجمهوريه كلها وتصفيات حصلت في 27 محافظه من محافظات مصر، غير لو كان من الأوائل، وغير لو كان شاطر وناجح. أنا عارفة أنه أحياناً تقبل يعني الخسارة بيبقى صعب، بس المهم أن احنا نحاول نفتكر أن اللي جاي تحديات جديدة، مواقف جديدة، واختبارات جديدة في الحياة. عندنا دايماً فرص، وبتمنى لك التوفيق في كل فرص حياتك، وبالتأكيد هيكون في فرص تانية. دلوقتي احنا وصلنا لإعلان الفائز في نهائيات مسابقة الأوائل للمرحلة الإعدادية، والفائز بعد ماتش صعب وبعد مسابقة طويلة وماراثون طويل من التصفيات للطريق اللي احنا يعني استكملناه، والمشوار الطويل دوت للتصفيات والمسابقات والاختبارات والأسئلة. ببارك النهاردة لمدرسة الفتح الإعدادية من الفيوم.